قائمة العلماء المسلمين Part 2 بصوت هاشم مصطفى هاشم يقدم شهيد محسن بن محمد من علماء الحديث أبو هريرة وهو من الصحابة ولد في 19 قبل الهجرة وتوفي 57 بعد الهجرة 599 موافق 599 ميلادية إلى 676 ميلادية أكثر الصحابة رواية وحفظا للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدد بن مسرهد 150 هجرية إلى 228 هجرية الموافق 768 إلى 843 أول من صنف المسند الحديث الشريف في البصرة مطرف ابن عبد الله بن الشقيق من 2 هجرية إلى 95 هجرية زاهد من كبار التابعين وأحد العلماء ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة أبو الشعفاء محدث 21 هجرية إلى 93 هجرية محدث وفقيه وإمام التفسير والحديث هو من أخص تلاميذ ابن عباس ومن روى الحديث عن عائشة وعن عدد من الصحابة ممن شهدوا بدرا معمر ابن راشد 95 إلى 153 هجرية لازم الزهري وسمع منه كثيرا وتصدر للتدريس والفتية في اليمن كان أول من صنف باليمن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من 80 إلى 150 هجرية أحد العلماء الفقهاء وقراء القرآن ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة ابن ماجة 209 هجرية إلى 273 هجرية الموافق 886 إلى 824 ميلادية لم يختصر النشاط العلمي لابن ماجة على التعليف فقط بل تعداه إلى التعليم والتدريس النسائي 214 إلى 303 هجرية الموافق 829 إلى 915 ميلادية القاضي وهو قاضي وأحد أئمة الحديث النبوي الشريف صاحب السنن الصغرى والكبرى أبو داود 202 هجرية إلى 275 هجرية 817 ميلادية إلى 888 ميلادية إمام أهل الحديث في زمانه وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي داود الترمذي 209 هجرية إلى 279 هجرية 824 إلى 892 من تصانيفه كتابه الشهير الجامع المعروف بسنن الترمذي العلل الشمائل المحمدية وغيره الليث بن سعد 94 إلى 175 هجرية الموافق 713 إلى 791 له أحاديث كثيرة في كتب الصحاح مالك بن أنس 93 إلى 179 هجرية 711 إلى 795 ميلادية وهو فقيه ومحدث مسلم وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب المالكي في فقه الإسلام أحمد بن حنبل 164 إلى 274 هجرية الموافق 780 إلى 855 هجرية ميلادية فقيه ومحدث مسلم ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي الشافعي 150 هجرية إلى 204 هجرية 767 إلى 820 ميلادية وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة صاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي ومؤسس علم أصول الفقه فهو أيضا إمام في علم التفسير وعلم الحديث وقد عمل قاضيا البخاري 13 شوال ولد في 13 شوال 194 وتوفي في 1 شوال 256 هجرية 19 يوليو 810 ميلادية إلى 1 سبتمبر 870 ميلادية صاحب كتاب الجامع الصحيح الذي يعتبر أوثق الكتب الستة الصحاح عند أهل السنة مسلم
206 إلى 260 هجرية، عام 822 إلى 875، من أهل علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة، وهو مصنف كتاب صحيح مسلم، الذي يعتبر ثاني أصح كتاب من كتب الحديث بعد صحيح البخاري. سليمان بن حرب، 140 إلى 224 هجرية، أحد رواة الحديث وقاضي مكة، إمام وثقة وحافظ من حفاظ الحديث. يحيى بن معين، 158 إلى 233 هجرية، إمام الجرح والتعديل، شيخ المحدثين، ولد سنة 158 هجرية، فهو عالم حديث نبوي سني المذهب. علي بن المديني، 161 هجرية إلى 234 هجرية، من أكابر شيوخ البخاري، من المتخصصين في علم الحديث النبوي. يحيى بن سعيد القطان، 120 إلى 198. محمد بن يوسف الفريابي، 120 إلى 212، أحد كبار رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة. الحسن بن عرفة، 150 هجرية إلى 257 هجرية، من رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة، كان مسند زمانه. أبو زرع الدمشقي، 199 هجرية إلى 281 هجرية، أحد العلماء من رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة. محمد بن يحيى الذهلي، 172 إلى 258 هجرية، أحد أئمة رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة، من أهل نيسابور. معتمر ابن سليمان، 106 إلى 187، من كبار محدثي البصرة في زمانه، انتقل إليها من اليمن. محمد بن عبد الوهاب الفراء، ولد بعد سنة 180 إلى 272 هجرية، وأخذ الأدب عن الأصمعي وابن الإعرابي وأبي عبيد القاسم بن سلام، الحديث عن أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، وعلى ابن المدني، والشق على أبيه وعلى ابن عفان، فكان يفتي في هذه العلوم ويرجع إليه فيها. القعنبي، ولد بعد سنة 130 إلى 221 هجرية، ومن كبار رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة، أصله مدني وسكن البصرة، فهو معدود في الفقهاء من أصحاب مالك. يحيى بن يحيى التميمي، 142 إلى 224 إلى 226 هجرية، من كبار رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة، ولد بن سابور، وصفوه بأنه كان زاهدا صالحا، وبأنه كان خيرا فاضلا. يحيى ابن عبد الله ابن بكير، 154 هجرية إلى 230 هجرية، أحد العلماء ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة، فكان فقيه القضاة بمصر في زمانه. يحيى بن حكيم، 160 هجرية، توفي في 160 هجرية، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري في مؤلفاته. أبو صالح كاتب الليث، 137 إلى 223، أحد رواة الحديث من أهل السنة والجماعة، كان كاتب الليث ابن سعد. سعد بن منصور، توفي في 227 هجرية، أحد العلماء من كبار رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة، نشأ ببلخ، فكان ذو رحلة واسعة في طلب الحديث. عبد العزيز بن أبي سلمة المعجيشون، 680 إلى 164 هجرية، من فقهاء المدينة المنورة ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة. محمد بن عبد الله بن نمير، 160 إلى 240 هجرية، أحد رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة، كان من أهل الكوفة، وهو من أقران أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. الدارمي السمرقندي، 181 هجرية إلى 255 هجرية، 797 ميلادية إلى 868، حافظ ومفسر ومحدث من أهل سمرقند.
الدارقطني 306 إلى 385 هجرية، صاحب المؤلفات المتقنة في علوم القرآن والحديث، المناوي 952 هجرية إلى 1031 هجرية، من كبار العلماء بالدين والفنون، قضى وقته في البحث والتصنيف، بعد مرضه جعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تأليفه. الحازمي 548 إلى 584 محدث حافظ مورخ نسابة فقيه. العلائي 694 إلى 761 مفسر ومحدث وفقيه ونحوي وأديب ومؤرخ. مغلطاي ابن قليج 689 إلى 762 مؤرخ من حفاظ الحديث، عارف بالأنساب، تركي الأصل، مستعرب من أهل مصر، ولي تدريس الحديث في المدارس في المدرسة المظفرية بمصر. ابن أبي عاصم 206 هجرية من علماء 206 إلى 287 ميلادية من علماء أهل السنة والجماعة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العجلي 182 هجرية إلى 261 أحد كبار علماء الحديث والجرح والتعديل عند أهل السنة والجماعة، كوفي الأصل، له رحلة واسعة في طلب الحديث إلى أن استقر في طرابلس وتوفي فيها. ابن حجر العسقلاني 773 إلى 852 الملقب بلقب أمير المؤمنين في الحديث. القسطلاني 851 إلى 923 هجرية. العلامة الحافظ النووي 631 676 هجرية 1233 1277 أحد أشهر فقهاء السنة ومحدثيهم، عليه اعتمد الشافعية في ضبط مذهبهم بالإضافة إلى الرافعي. عبد الله الهرري 1328 2 رمضان إلى 1429 هجرية 1910 إلى 2 سبتمبر 2008 محدث ومتكلم من أشهر علماء أهل السنة والجماعة على مذهب الأشاعرة وأحد أبرز الصوفية.